طيب بعد كل خميس من شهر شعبان واليوم الخميس عظيم جدا، بحيث انه الرواية ذكرها الحر العاملي في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، وذكرها مفصلة أكثر في كتاب وسائل الشيعة. في كتاب هداية الأمة يقول تتزين، الظاهر أنه أوردها هناك عن الإمام الكاظم، لكن بالوسائل ظاهر أوردها عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في اختلاف بالألفاظ. تتزين السماوات في كل خميس من شعبان. يوم الخميس له عظمة عند الله عز وجل خاصة، الآن ما في مجال للإطالة بهذا، لكن الرواية هيك: تتزين السماوات في كل خميس من شعبان، فمن صلى فيه ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا سلم بعد ما يخلص الركعتين صلى على النبي صلى الله عليه وآله 100 مرة، قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه. بس كثير مهم واحد يحط حوائجه، ونحن عادة شو بنحط الحوائج؟ أول شيء المصاري، وبالنص المصاري، وآخر شيء المصاري. وإذا واحد مريض بصير يحكي بالصحة، ماشي خلينا نحط المصاري 13 مرة مش 3 مرات، بس نحط أول شيء شو؟ تحسين الخلق. تحسين الخلق، إنه بدنا نصير بني آدمين، بدنا نصير بشر، بدنا نطلع من الشراسة، نطلع من مواجهة الإساءة بإساءة. هذه هي جهنم، هذه هي جهنم. هي تخاصم العدوات، إن لذلك حق تخاصم أهل النار، هذه أخلاق جهنم والجهنميين. هي الرواية أوردها الحر العاملي في الوسائل باللفظ التالي: تتزين السماوات في كل خميس من شعبان فتقول الملائكة، هون دخل على الخط الملائكة بيدعو للمؤمنين: إلهنا اغفر لصائميه وأجب دعاءهم.